كما أجرى مراسل التلفزيون المصري كارين بيبرس لقاء خاصا مع مدير منظمة الأرصاد الجوية العالمية جون ستاندر على هامش مؤتمر المناخ COP27. متابعة مستمرة لي COP27 واليوم الأول بعد تسلم مصر رئاسة المؤتمر COP27. بالطبع نتابع الجلسات النقاشية الخاصة بالوصول للحلول وتطبيقها على أرض الواقع. هذه هي سمة المؤتمر بشكل عام. الآن معي ضيفي ومتحدث الجلسة الثانية في اليوم الأول دكتور جون ستاندر. دكتور جون ستاندر، دكتور جون ستاندرد، شكرا لوجودك معنا على قناة أولى المصرية. فيما يتعلق بنطاقات جلسة اليوم والخطط التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، لأن شعارنا هذا العام هو التنفيذ بالطبع. هذه الجلسة تحدثنا كثيرا عن احتياجات للمعلومات العلمية حتى هنا من منظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنها مهمة جدا هذه المعلومات. فيما يتعلق 21 من مارس من هذا العام، الأمين العام المتحدة غوتيريس قال أن على جميع الناس أن تتعاون محمية بالإنذار المبكر على مدار السنوات. وعني أن نحن هنا لدينا تكون خطة عمل سريعة من المنظمة لأن تكون حيث التنفيذ. نحن نعمل مع شركائنا لإيجاد الخطط العمل التنفيذ التي سيتم إعلانها غدا مع المنظمات غير الحكومية وأيضا مع غيرنا من الشركاء، أن نضمن جميع الناس محميين، وإما من وموجات الحر أو الفيضانات أو الأعصارات أو غيرها، أيا كانت الأمور لأي كان السبب، لابد هو سببنا الأول والأخير هو حماية الأرواح. كما تعلمون على مدار السنوات نفقد الأرواح، إذن من النقطة المهمة جدا أن شاركها معنا هي شاركة المعلومات، كل المعلومات الموجودة سواء من شبكة الرصد أو حتى المعلومات المتعلقة بالاعتباس الحراري والفيضانات لابد أن تكون موجودة ولحماية الأشخاص الذين يعيشون في هذا المنطقة. والهدف الثالث اعتبره أساسي بالنسبة لنا في متعلق انبعاثات الغازات الحبيسة، فإنه مهمة جدا أن تكون هناك مبادرة في متعلق بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن نضمن الجميع أن منطقة هناك أو هذه المعلومات قد يتم إشرافها بشكل مناسب لتقديمها إلى الناس حتى نضمن حماية الأرواح. إذا كانت لنا معلومات على أرض الواقع فإنها أساسية لانضمامها وشاركتها. فيما يتعلق بأيضا التمويل هذه الخطط، كثير من الخطط تم الاتفاق عليها من قبل، وليس فقط أن تكون ليس لدينا اتفاقيات وموافقة ولكن لدينا تنفيذ وتمويل. هل تعتقد أن خطط تمويل مناسبة لعملية التنفيذ؟ أريد أن أقول هنا أن نحن سوف نحقق هذا. نعم، هناك كثير من الأموال موجودة، نحن بحاجة أن نوحد الجهود وأن نركز على الأسعار، ننظر إلى عديد من الأطراف الفاعلة. أيضا فيما يتعلق بالتسهيلات المالية نتحدث مع المبادرات المختلفة والGCCF وغيرها من الكيانات، كل هذا لديها الأموال. دعونا أن نتحد، أن نجمع جميعها في عقبة واحدة ونمضي قدما. كما قلت من قبل، هذه أحد النقاط الفارقة التي تساعدنا في عملية التنفيذ فيما يتعلق بالإنذار المبكر. لابد أن نعمل سنوين. بالفعل لدينا أموال مخصصة. لدينا نعم، ماذا عن الأموال؟ دعونا نضع الجهود مع بعضها البعض ونحمي الأرواح. كيف لنا أن نركز على كمية المبلغ المخصص لكل شخص لحماية الأرواح؟ دعونا نوحد الجهود أيضا. شكرا لأكثر شيء قلته لنا، وشكرا لوقتك وانضمامك معنا على القناة الأولى. يعني كما رأينا هي هذه المشاريع العلمية التي من الممكن تخطيطها ليتم تطبيقها على أرض الواقع. ربما الأهم من هذه المشاريع وتخطيطها هي جمع التمويل اللازم، وهذا التمويل هو موجود بالفعل حسب ما تحدث معي دكتور جون ستاندرد عن أن هذه التمويلات موجودة بالفعل. كل ما علينا الهدف الرئيسي هو التجمع والوحدة العالمية بشكل عام.